في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون فأقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين نأمن مين في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق منين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون فأقرب حتى ناس لينا مش عارفين طريقنا منين وطول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بنزوق على واحد نعمل ليه مفيش ولا حاجة مضمونة كله بجد مشكوك فيه وليه الشر يا بهاني أنا مستعدة تغيب عن خدمة الميري النهاردة عشان أقعد أتكلم معاك يوم اللي عيني من ما أنت عارف أنا ما عنديش حد أتكلم معاه غير ماني غلبان ووحداني زي ما تقولي كده عامل زي زرع البحر تمام المية تاخده ترميه مطرح ما ترميه ترميه زرع من غير جدر أنا عمري كله راح في خدمة العمدة هو خد عمري واني ما خدتش منه حاجة داني عمري ما حبيت ولا تحبيت
ولو حتى بالكذب. أنا أصلا عمري كله كذب في كذب. اهديه يخيبك يا دي الولية، ايه اللي انتي عاملاه في نفسك ده؟ الداري يا حلوة الداري. يخرب بيتك ولية، انتي على طول يا ولية طالعالي زي القدر مستعجل. يا اختي لو غيرانة وبتهري مني اعملي زيي. انا اعمل زيك؟ ليه؟ اعوذ بالله. يوه وماله زيي؟ ما انا زي الفل اهو. اهري يا مهري وانا على مهلي. الارض بارت وشققت وخلاص، والجدر لما تعملي فيه ايه؟ ما منوش فايدة. يا ولية لمي روحك بدل ما رقعلك على صدقك اللي طول كده دي. وانا يا حبيبتي وولادي الخمسة كده هننزل ناكلك اكل بسنانة. يا اختي جاتك نيلة عليكي وعلى عيالك الخمسة، جاتك نيلة. سديتي نفسي؟ شفت اللي تنكسر رقبتها ويعددوا عليها من بدري بتقولي ايه؟ ما قلت اللي جاي بقى لروحك وتعب نفسك على الفاضي. ما قلتلك اتجوز واجيب العيل، وما هي بقى تلاقيها مكتومه وملكومه. لا ما خلاص، ده البشاره بانت وبين كده المراد حنوله وحكيد العزال ان شاء الله. نظيمه برضو اقطع دراعي من رجلي اما كان كل الكلام ده اوانطه في اوانطه. لا ما انت اصلك ما عرفتش. ايوه ما اعرفش ومش عايز اعرف. بعدين ايه اللون اللي انت لابساه ده؟ انت عندك الحظ بيه؟ انت احلى لون يليق عليكي اللون الابيض من فوق راسك كده لتحت رجليكي. ايه يا عدمان، هو انا لسه عروسي؟ لا الكفن. شكلك زعلانة يا فاطمة. أنا مش زعلانة منك يا أبو العيلة، أنا زعلانة من الدنيا. ملعون أبو الدنيا اللي تزعلك دي. طب إيه رأيك؟ أنا هاخدك ونروح مقامسي دي السياح النهاردة. صحيح يا أبو العيلة؟ أيوه صحيح، وهنقضي اليوم كله هناك. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما كان نفسي أروح يا أبو العيلة، ده أنا صدري طابق علي. وقلت يا رب يا رب نولها لي، اقرا الفاتحه المقامس دي السايح وادعي ربنا يعدلها لي، يعدلها لنا والنبي يا رب. امين يا رب امين. يلا يا بنت يلا بينا. يلا انا بقول لك اه عم ده عشان ما تقولش ما حدش نصحني. الست اللي اسمها راويه دي لازم تخلص منها يا عم. ايوه هتهيج علينا الناس وهتقلب علينا البلد. وبعدين احنا مش ناقصين يا عم ده، ممكن الناس تقول ان انت موالس معاها. اي والله ممكن يقولوا كده. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لا إلا الحرام. وبعدين الراجل اللي اسمه محمود ده برضه يا عم، أنا ملاحظ كده إنه ابتدى يزن في الدور ده. لا محمود ده ما تخافش منه، ده عضلاته في لسانه، مش هيعمل حاجة. برضه يا عم ده مين عارف، يمكن يقلب علينا الناس، وأدام ابتدى يزن في الموضوع ده، يبقى هيقعد بقى يعملوا البنا في بوقه، كل ما يطلع على منبر ولا يقول خطبة، هيقعد يعيد ويزيد فيه، وإحنا مش ناقصين يا عم. يعني أروح ليه؟ روح لها مين؟ أنت العمدة. انت تبعت تجيبها وتحذرها هنا اهو وتهددها قدام اللي اسمه محمود ده، عشان يعرف ان البلد ليها كبير وان كلمتك ماشيه على الصغير والكبير في البلد دي. وادي يا ابو العيلة، خد تعالى هنا، خد تعالى. ازاي رجلك عامله ايه دلوقتي؟ اهي عالة اهي. طب الحمد لله. تعالى بقى هم ورايا عشان عايزك في كلمتين دلوقتي. فيها يا عثمان؟ ايه دلوقتي دي؟ وراك الديوان ولا وراك الديوان؟ لا عدم المؤاخذه يا باشي، انا بس كنت واخد الجماعه كده ورايح نزور مقام السايح. كيتك ايه ياله؟ مقام سايح ايه؟ سيدك العمده دلوقتي؟ ابقى من مقام سيدك السايح. امي يا واد وراي، عايزك في كلمتين. ايه؟ يعني كده دلوقتي ولا ما ينفعش بعدين؟ وبعدين يا ودي انت، الا ما تقطعش رزقك. امال يا ابو الهيل؟ هم هم ورا العمده. امشي ياله. امشي. امي يا علي وراني.
العافية خال. يا لهوي يابا. علي محروم. اهي. اقفل الباب. ما تخافوش يا عيال. ما تخافوش. ما تخافوش. ما تخافوش. ايه اللي جابك هنا تاني يا محروس؟ عايز اشوف منار. رحت لحد الدار لقيت الخفاش محطوطين حوالين منات. طب انا اعمل لك ايه يا محروس؟ تروح هنا. وهاتيها وياك يا فاطمة. عايز اشوفها اتحدت وياها شوية. الله لا يسيئك يا محروس، كفايه اللي حصل. النبي يا شيخ، النبي يا فاطمه، احب على قلبي عشان خاطر عيالك. ما تقطعش قلبي وعياك يا ابن ابو سالم. عارفه يا فاطمه، انا جيت لك انت بالذات عشان عارف انك مش هتكسري بخاطري ولا بخاطر منار. في عرضك يا فاطمه، انا عارف انك بتحبيها. خلاص خلاص، هروح اجيبها لك وربنا يسترها معاك ومعايا. امين. خلي بالك من العيال. فعلي دي وادي التواف ليه؟ اقول لك ايه يا ابو العيلة؟ هتبقى انت الغفير بتاع الارض القبلية كلتي، وهديك كمان 5 جنيه في الشهر. قلت ايه؟ ايه؟ 5 جنيه؟ الكلام ده بحقه حقيقي؟ ايه ايه؟ امال بكذب وكذيب؟ بتنقل فزك يا ولد، اتخبط في لسان. عدم المؤاخذة يا جناب العمري، بس اصل يعني 5 جنيه دي مبلغ وكتير كتير قوي. مش كتير عليك يا ابو العيل. شوف بقى، كان مروحك لسيدك السايح احسن ولا مجيتك ورانا احنا احسن؟ ده انت كده يا جناب العوم دي تستاهل 100 مقام. ده انت كده احسن من السايح ذاته. اي والله العظيم. قصدي انت مش واخد بالك يا ابو العيل، العوم ده حب. اي والله حبك كده اهو، لله في لله. انت عارف يا ولد، الشهريه دي مش ممكن أيوتا حد يتحصل عليها في أيوتا حتة. دي شهرية كبيرة مش كده؟ ايوه أمه، أنا برضك بقول كده. أنا بقى زي ما تقول كده حبيتك لله في لله، زي ما قالك عمك الشيخ كده. بس يعني هي الأرض مش عليها غفر كتير، لازمتها نقف وسطيه. لا دول مالهمش لازم. أنا عايز واحد يكون صح، واحد كده يكون منتبه وأكون أنا بثق فيه. لكن العيال الغفر دول جاتهم 60 نيلة تحش رقابيهم كلهم. طب يعني افرض يعني ان انا يعني حابب الشغل في الطحوني، ما هو انا اصلا طحان. تجننت يا ابو العيله ولا ايه؟ في حد يا واد يرفض شغلانه زي دي وبالفلوس دي؟ حد يا واد يهبل انت يرفض رزقه ورزق عياله كده اهو؟ ايه يعني حابب الطحونه يعني؟ وايه الكلام ده يعني؟ انت مش عاجبك الشغل حدايا ولا ايه؟ لا لا يا عم، مش عاجبه ازاي يعني؟ هو بس تلاقي الفرحة لخفنته شوية في نفسه كده يعني، ولا ايه يا ابو العيلة؟ استنى انت يا مبروك، ده هو بيقول لك انا حابب الطاحونة وشغلتي طحان، يعني كلامنا مش لادد عليه، ولا ايه يا والي؟ شفت يا عمدي؟ اهو ملقوم وساكت في نفسه اهو، يبقى موافق يا عمدي. هو كده يبقى موافق؟ امال ايه، مش السكوت علامة الرضا؟ طب ما تقول كده من الاول، جاتك نيلة وقعت قلوبني. شوف يا واد، انا حبيتك كده لله في لله، وان شاء الله شغلك معايا ده هيخليك تشوف خير يا والي، خير كتير قوي من كل ناحية. هتقعد كده تلاقي خير 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 يعني، ما شاء الله. ازيك يا محروس؟ وحشتني قوي يا منار. وانت والله يا محروس. سرعتني يا محروس يا نطاط الحيط انت. الله يجازي اللي كان السبب. بقول لكم ايه، ابو العيلة زمانه جاي. ابو العيلة عالم باللي انا فيه، ما تعوليش. هذا فاطمة قالت لي ان انت عايزني في حاجه مهم. انا خلاص هخرج بره البلد دي. الراجل اللي انا قاعد وياه قال لي ان ممكن يدبر لي مكان في مصر. ها، ايه رايك؟ رايي في ايه يا محروس؟ تيجي وياه يا منار. تيجي وياك فين يا ولي؟ وبابا وامي ها هتعمل فيهم ايه؟ ما احنا هنتمم جوازنا الله، وانا هبيع اللي ورايا واللي قدامي في الكفر، واسافر انا وهي وابوها وامي. هاي البلد دي تقعد فيه. عندك حق وحياه ربنا، بس اللي هو يعني ابو منار هيلد عليه الموضوع ده؟ منار حبيبتي هتكلمه وهيوافق بإذن الله. أنا همشي دلوقتي وهجيلك بعدين، لو أبوك وأمك وافقوا بقولي لفاطمة وأنا أقولك تعمل إيه. مع السلامة.
اوعى عن نفسك يا محروس. لا حول ولا قوة الا بالله. جبت امك يا اختي. يا عندها شرطة الدم كده. الطماطم مدود يا ابوي. بهدل. العوافي عليكو. ازيك يا عمدة؟ واحد يا اخويا من رجالتك اللي ماشيين وراك كده في الرايحة والجاية جالي لحد داري وقال لي انك عايزني. يو قصدي عايز تكلمني في حاجة. يا ستار عيوب العيبين يا رب يا ابو. خير يا عمدة؟ يا عمدة فيه ايه؟ يا جنب العمدة يا حاجة اتمان. ايوه الست راهي بتكلمك. ايوه نعم حاضر. ايوه نعم حاضر. ايه بتقول لك انت بعت لها عايز منها ايه؟ اني امال اني خير يا عمدة؟ لا الحقيقه بقى مش خير. شوفي يا ستنتي احنا هنا في بلد ارياف، يعني احنا مش في مصر كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لا البلد دي فيها عمدة وفيها ضبط وربط وفيه قانون لازم أن يمشي على الكل، واخدة بالك انتي؟ وعيد لمؤاخذة يعني انت لبسك كده يلفت النفر، وبعدين اعمالك كلها يعني ما تصحش وما تلدش على حد ولا ساب. طلعوا طلعوا على النجور جم تتنجور عليه. يا ست راوية عدم المؤاخذة يعني انت ليه مستخفة بالكلام كده؟ عدم المؤاخذة يا عمدة يعني، بس اقل حاجه تتقال على كلام الست يعني انه ما يصحش وعيب يا عمدي. هو ايه اللي عيبه وما يصحش؟ ليه؟ هو انا بعمل ايه مزعل القانون مني يا عمده؟ شوفي احنا مش عايزين نخوض في الحكايه دي. لا انا احب اخوض، اخوض قوي واستفسر عشان ابقى واعيه وفاهمه. خلاصه الكلام يا ست، انت تبعدي عن بنات الكفر خالص، واللي ليك هنا في البلد اتبعيه وتشوفي لك بلد تانية. حلوين قوي، شربات قوي، وايه كمان يا اخويا؟ هو اطلعوا اطلعوا على الفجر وغلد العين اطلعوا. شوفي يا ست انتي انا بحذرك اهو قدام الشيخ محمود، وعشان برضو ربنا يبقى شاهد علينا. اللي فات مات وعافى الله عما سلف، لكن في اللي جاي بقى انا مش هسامح في ايوتها حاجه غلط. شوف يا شيخ محمود، لا شوفوا بقى كلكم، انا بجوز البنات اللي ما عادوش لاقيين يتجوزوا، لان يا حبه عيني اللي عنده بنيه دلوقتي ما بقاش قادر ياكلها المش مش يجهزها ويجوزها، وانا بقى بوفق لهم جوازات تعدل حالهم وحال اهاليهم عالسنه والكتاب، يعني شارع يا شيخ محمود. هو ده القول اللي عندي يا يو. لو انت اسمك ايه يا عمده؟ اللي تقولي عليه يا اختي راح عن بال. ايوه افتكرت، يا سي العمده عتمان. خلصت الكلام يا ست؟ قصدك ايه انت دلوقتي؟ قصدي يا اخويا ان انا ما بعملش حاجه اسوأ من اللي بيعمله غيري، على الاقل انا بدفع ثمن اللي بعمله، انما غيري بقى بياخد ولا يدفعش، ويجوع ولا ياكلش، ويضيق يا اخويا ولا يساعدش، ولا ايه؟ انا كده خلصت الكلام اللي عندي، فوتكوا بقى بعافيه. العوافي يا سي العمده عتمان. بقول لك يا جناب العمد، انه
ليه دي يندب في عينها او الدوره بكزان والله. الله يا عمده سمعني. الله يا ابوي انتوا لازم تربوها الوليه دي، لازم تعملوا حاجه. استغفرك ربي واتوب اليك. دي السلام عليكم يا ابوي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الراجل تعب. بس اقول لك على حاجه يا عم، الست ده هي اللي ادت فرصه للراجل ده انه يقعد يحقق ويقرر وكده، والصراحه بتاعت ربنا يعني عنده حق. بس الست دي يعني لخفنتني كده في الكلام وخدتني في دوكه. دي ست مخروطه خرطه على المخرطه. ايه والله شفتها يا ولا لما قلعت كده واللحم الابيض طلع كده ولعلط وزعلط. ايوه انا كنت شايف اللحم الابيض ده من قبل ما تقلع العبايه يا عم. وبعدين ما هي اللعلطه دي هي اللي جايبانا ورا عدم المؤاخذه. لا بس دي اعربه اعربه وذنبها حامي. هو ده الكلام يا عم، ده هو ده الكلام، ذنبها حامي صح. شفت يا عمدي البت مقصوفة الرقبة هي وجوزها عملوا ايه؟ مين مقصوفة الرقبة هي وجوزها؟ اللي ما تتسمى فاطمة. مالها فاطمة؟ مش طلعوا مخبيين الواد محروس في دارهم هي وجوزها الواد الطحان؟ ايه؟ ايوه ايوه يا حضرة العمدة، أنا شايفة الواد محروس خارج من دارهم بعينيا دول، بس هو ما شافنيش لما أنا شفته وهو خارج من دارهم. أنت يا غفير أنت وهو؟ مالك يا شيخ محمود؟ ايه اللي مزعلك كده ومشايلك الهم؟ فاتفضلي قولي، ولا انت غاوي تشيل الهم لوحدك؟ يا ريت الناس كلها تشاركني في الهم ده وتشيله معاي، ما كنتش خفت الخوف الواعر ده كله. ما تخدنيش عليكم مال يا شيخ محمود، قولي فاتفضلي ايه اللي مضايقك الضيقه دي كلها؟ احوال البلد وناس البلد، زي ما اكون خايف على ناس البلد من ناس البلد. هي نفسها مراره الخوف اللي حسيت بيها زمان سيئه ما حصل اللي حصل في بلدنا، واضطريت اهملها واهج منيها. بلد شلتني وبلد حطتني لحد ما النصيب ساقني على بلدكم وجيت هنا وريتك واتجوزتك وانت حببتيني في البلد وناسها، وجيت واحد منيها زي ما تكون بلدي في الأصل. اتولدت فيها وشبيت فيها. طب وربنا المعبود في ناس ياما بيحبوك بيفتكروك انك من البلد اصلا ومولود فيها بصحيح. الناس دي اللي انا خايف منيها وعليها ام الغايب، زي ما اكون ما كنتش واخد بالي من جهل الناس دي. يا ابوي جهلهم شديد قوي واعر يا ام الغايب.
يعني هما كانوا لقوا حد علمهم القرايه والكتابه يا شيخ محمود وهم قالوا لا. يا بات يا بت الجهل اللي نقصده ملوش دعوه بالقرايه والكتابه، انا اقصد جهل الوعي والبصيره، اقصد عمى القلوب وفقر الضمائر. ناس بلدنا ما بيبصوش الا تحت رجليهم، طالما اليوم عدى والبطن مليانه وتمام يبقى ما فيش مشكله في اي حاجه. الناس يا شيخ محمود الفقر غالبهم وكسرهم. ناس بلدنا ما عايزينش يفهموا ان ملو البطون من غير ملو العقول يهد ما يبنيش ويوطي ما يعليش ويوجع يوجع ما يدويش. هم الغايب قولت آه مهما قالت ما تشفيش. يا واد افهم بقى يا حمار حصاوي، انت لو قلت الواد محروس ده متاوي في أنا داهيه هنعتبرك شاهد ويمكن تاخد مكافأة كمان، لكن تنكر وتقول ان هو ما كانش مستخبي في دارك هتودي نفسك في 70 داهية. ليه؟ لان فيه 70 عين شافته هو داخل دارك و70 زيهم شافوه وهو خارج من دارك. يا واد قول الحقيقة، خلص نفسك، انت واد غلبان مش حمل اللي هيجررك من ورا الموال الاخضر ده. قول لي بقى محروس خرج من دارك راح على فين؟ يمين بالله العظيم، يمين بالله العظيم ما اعرف، ثلاثة بالله العظيم ما قال لي. يا واد قال لك ايه؟ يا واد يا ابو العيله العمد عارف كل حاجه، يا ولا عارف مين بيقول ايه وليه وعشان ايه وازاي، فما تكذبش عليه يا ولا. هتفضل مش شعبط في الكذب كده يا كذاب يا ابن الكذابه؟ معقوله يعني انا اراعيك واقف جنبك واحن عليك وطيب بخاطرك واديك فلوس من مالي واشفق على رجلك المتنيله دي وعلى حالك الزفت تقوم انت تتوب من الكلب المجرم ده؟ معقوله انا عارف اللي هيوديني في داهيه ويجيب له كل البلاوي طيبه قلبي؟ اي والله يا عمد مش كده؟ لكن لو انا بقى عمده مفتري وظالم كانت كل الناس عملت حساب وكان كله خاف مني وكش كده زي الكتاكيت، لكن انا برضه من طيبه قلبي بقول دول اهلي وناسي ولاد بلدي، مش عايز يعني اشد عليهم ولا اظلم حد فيهم. اسمع يا واد انت، لو ما قلتش الواد ده متوي فين أنا هخليك تقول جاي وروحك تستمنى تطلع ما تلاقيش طلوع. والختم الشريف ما أعرف، والختم الشريف ما أعرف يا عمدي صدقني. برضو لازم تكذب وعمال تنكر. ماشي يا أبو العيلة، أنا منكرش إيه وكان عندي في الدار، إنما والله العظيم ما قال لي رايح على فين. أنا مظلوم والله يا عمدي، مظلوم والله. ماشي خدوه يا واد، أنت هو على الحجز لحد ما يجي جناب المأمور بكرة الصبح يشوف له صرفة وياه. يلا امشي يالا يا عمي، مظلوم امشي يالا، مظلوم والله امشي يالا، امشي ويالا، سمعت قوي امشي. ليه الغلب ده؟ اي والله ومن سمعك يا عمد. طب بالإذن يا عمد بقى روح. راح فين؟ تروح ايه؟ وانت يعني وراك ايه؟ لا في عيل ولا تيل مستنيك في الدار ولا حتى ولا عمارة مستنياك. انا قلت الكلام ده يا عمد ولونك جاب متلو كده يبقى انت عايزني في حاجه، وانا عبيط عنك يا عمدي، انا عارفك اقسم بالله انا عارف. المهم انت عارف مش سحب كده ليه وانا ماشي يا راجل؟ اللي ما في وصفه واحده اديتها لي وجابت معايا نتيجه الا كل مره أدري زي الشوال كده على السرير وشخير يجيب اخر البلد، وكل مره خد يا عمدي وهتدعي لي، خد دي وهتدعي لي، وعمال ادعي عليك وعلى اللي جابوه. لا يا عمدي، أني وصفاتي عمرها ما خيبت مع حد أبد. Yeah. يمكن أنت يا عمدة بقى اللي بتستعملها غلط ولا حاجة. يا سلام، كل مرة بستعملها غلط، كل مرة غلط. بالك أنت، أنا ما بقاش يلزمني وصفات الدنيا دي كلها طول ما معايا اللي اسمها حفيظة دي، أنا بشوفها بتغام. أهو الحق بان يا عمدة، يعني العيب مش في الوصفات بتاعتي. عدم المؤاخذة العيب في المرة اللي أنت أنيه. بالك يا شيخ مبروك، أنا لو معايا البت فاطمة دي كنت تبص تلاقيني كده، يعني تبص إيه؟ طب تبص على إيه؟ اهدي، مفيش خيشة، امشي اطلع بره، يلا بره. السلام عليكم. اهدي، عايز محدش يبص عليا كده وأبقى لوحدي
وتبقى معايا فاطمه كده وماني بقى ايه. ده ايه النوم ده؟ ايه النوم اللي على الغفله ده؟ عايز تنام؟ فرشتنا جاهزه يا اخويا، يلا بينا ننام. مش جاي لي نوم. بالك يا فاطمة، أنا حلاقيها من عتمان ولا حلاقيها من ناس؟ هتسيبونا في حالنا؟ سيبونا في حالنا يا ناس، نعمل إيه يعني؟ نموت نفسنا؟ أحرق الدار؟ نموت أنا وعيالي عشان عتمان يتهد والناس تخرس؟ صلي على النبي في قلبك أمال يا فاطمة، مش كده يا اختي؟ طب ليه يا رب؟ ليه؟ حسد؟ على ايه؟ على الفقر اللي مسوس عضمني انا والعيال وابوهم؟ على البرد اللي بينهش في جتتنا؟ احنا بننام بالليل متحشرين في بعض خايفين من قله الغطي. احنا بنقعد باليوم والاتنين لا بنشوف الزاد ولا حتى اللقمة الناشفة. طب ليه يا رب؟ يكونش غضب؟ طب غضب ليه؟ انا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا ولا عملت حاجة حرام. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ليه؟ مش كده يا فاطمة، مش كده يا حبيبتي. سيبيني. ليه يا رب كده؟ هو مفيش غيري؟ ليه يا رب انا بالذات اللي باليني بالهم يا رب؟ بتخلي يا رب الهم يروح لحد تاني يا رب؟ انا فاطمية يا رب. بقول لك ايه يا فاطمة، ما تروحي يا اختي للست حفيظة استرجيه. حفيظة دي تتقل عمه ولا انها تشوفني؟ هروحي لها، انت خسرانة حاجة. وخلي بالك حفيظة لو عملت معاكي ايها معروف في الحكاية دي مش هتعمله عشان هي عايزة تساعدك، لا، انما عشان تعرفك انها تقدر تعمل كده. فاكر كده؟ هو كده وابو كده. تعالوا يا عيال، تعالوا اقعدوا مع حنان وانا هروح مشوار وحاجه على طول. نيمي العيال وخدي البف في ايدك وانتي خارجه. حاضر يا اختي حاضر. يلا يا عيال يلا. ورب الكعبي ما حصل، ورب الكعبي لست حفيظه ما حصل، والله العظيم ما حصل. احنا طول عمرنا ماشيين جنب الحي يا ست حفيظه بالعقل كده، يعني احنا لاقيين ناكل لما هنتوي حد في دارنا بالعقل كده؟ عليها معايا انت. طيب قولي للمخفي جوزك ناس ياما شافوا محروس خارج من داركو، حصل يا بنت ولا ما حصلش؟ كذب وافترى، والله يا ست حفيظه كذب وافترى. انا مش عارفه النصايب دي بتيجي علينا منين بس. والله يا ست حفيظة ما حصل، ونبي يا ست حفيظة أمان عليكي. إلهي يا رب ربنا يرزقك يا رب وينورك كل اللي في بالك، وتزوري قبر حبيبنا المصطفى وتزوري الكعبة، تتوسطي عند العمد لأبو العالي. والله العظيم يا ست حفيظة ده قاعد في البيت بقاله يامي، رجله مكسورة ومش قادر يتحرك، ده احنا مالناش غيره. والله يا ست حفيظة والنبي تتوسطي عند العمد، والنبي يقولي له يعتق أبو العالي لوجه الله، والنبي يا ست دعياله محتاجينه يا ست. هات يا بنت المداس. حاضر حاضر يا ست. بوسي. عايزه توسخي لي رجلي يا معفني؟ امشي اطلعي بره، يا رب ياخدك انت وجوزك. ليه كده ليه؟ ليه كده ليه؟ حتى الافتراء وحش. ايه يا عمدي؟ ده الافتراء وحش وحش الافتراء والله، ده حتى ربنا اسمه الرحمن الرحيم. ليه الافتراء ليه؟ طب وجامك بتضربني ليه؟ هو انا عملت حاجه؟ ويا البت الغلبانه دي عملت حاجه؟ ما هي اتضربت. انضرب وانت ساكت يا عمدي. ايه مالك يا عمدي؟ مش طايق نفسك وبتخانق دبان وشك ليه؟
والله ما جيت جنب وشه والله. هش امشي. ايوه ايه يا حفيظ، ايه البنت غلبانه ما تستاهلش منك اللي انت بتعملي فيها دي. حنين حنين، يعني الحنيه وحشه؟ اموت في الحنيه يا اخويا، اشوف منها ندعه اهو. انت جيت يا ضنايا، الف حمد وشكر لك يا رب. يا فاطمه فاطمه، ابو العيله رجع، ابو العيله رجع بالسلامه. انتوا مش هترد عليا ليه يا اولاد؟ هتقولي القله عاوزه بلا ريق. لا دي فاطمة، هو أنا كان بيستهيألي إن أبو العيلة رجع، ولا أني كنت بخطرف؟ ما بترديش عليا ليه يا فاطمة؟ يبقى أبو العيلة ما جاش، ها؟ ما جاش. قولي لي يا فاطمة، جرى إيه؟ عملوا إيه في جوزك؟ عمل فيه ايه اللي تجيله شوطة هو ومراته؟ الهي ما يوعى ولا يستوعى البعدة. هيجي بكرة، هيجي بكرة. يا بنت ما انا عارفة انه ما جاش، قلتلك هيجي، هيجي يا خالي هيجي. قولي يا بنتي، جرى حاجة لابو العيلة؟ جرى له حاجة؟ انت يا بنت حصل ايه؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل؟ احنا خلاص ما عادش فيني بعد الذل والمهاني، هيبقى ايه بعد الدوس بالرجلين النكسي؟ هيبقى ايه؟ هيبقى ايه بس؟ هيبقى ايه؟ هو الغلبان يملك ايه غير انه ينحني للزمن يا فاطمه؟ عود الغلبان ضعفان، مش حمل ريح تهب عليه وهو واقف تقطمه؟ انا لما بشوف الجوع في عينين عيالي ولا حتى يعض في بطني بقول الحمد لله يا رب، حمدك وشكرك. لما البرد بيصحيني في عز نومي بقول يا رب لك حكمة في كده. بس كسرة النفس قاسية، والمذلة قصاد اللي عايزين ياكلوا لحمنه ولا يعصوش ايديهم أكتر ألف مرة من الموت. أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يا فاطمة، لكن حادثة بيك يا بنتي واللي بجواك. ربنا عالظالم والمفتري، انت عالظالم والمفتري يا رب، انت عالظالم والمفتري يا رب، انت عالظالم.
معايا علي استر يا رب استر يا رب لفت